صيف علي خان. وسط عائلة فنية وفي أجواء من الأضواء والبلاتوهات وعالم الشهرة، ولد ساجد علي خان لوالده الممثل منصور علي خان ووالدته الممثلة شرميلة طاغور. وكما عشق منهما حب الفن، عشقت شقيقتاه حب التمثيل أيضا. لتكتمل العائلة بصبا وسهى، بدأ ساجد والذي اختار لنفسه اسما فنيا ليصبح سيف علي خان. أولى خطواته في التمثيل كانت عام 90، أي وهو لم يكمل عامه 20، ليؤدي دورا صغيرا في أحد الأفلام قبل أن تتحقق له البداية الحقيقية عام 1993 في فيلم عاشق أوارة، والذي ساق إليه جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد. بعدها توالت خطواته على شاشة بوليود، وزاد من تألقه زواجه بالممثلة الشهيرة أمريتا سينغ الذي استمر 15 عام قبل أن ينفصل ويتزوج بالنجمة الأشهر كارينا كابور. في عام 2009 قرر النجم الهندي سيف علي خان أن يقتحم مجال الإنتاج السينمائي، حيث أسس شركة خاصة واختار مجموعة من الأفلام التي قام بإنتاجها وأحياناً بطولتها لتشهد الفترة من 2010 وحتى الآن نضجاً واضحاً في أعمال